يقول: لدي أخ من الأم وهو لا يصلي، وبعد وفاة والدتي منذ 3 سنوات لم أزره وهو أكبر مني سنا، فهل هجره جائز وهل تجب صلته؟ إذا كان تاركا للصلاة ونصحته ولم يقبل فلا تزره، عليك بهجره، لأن ترك الصلاة كفر. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فعليك بهجره حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة. نعم.